السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو واحد اخر. في الفيديو هذا غادي نشرح لكم تكلفه السفر في ماليزيا. Ladies and gentlemen, welcome in Kuala Lumpur. كما معروف بزاف ديال المغاربه اللي تيحملوا جواز السفر المغربي عندهم الحق يمشيو لماليزيا لمده 90 يوم، اي 3 شهور. 3 شهور بلا فيزا، 3 شهور عندك الحق تقعد تدور في ماليزيا حتى تعيا وترجع في حالك، ما تخلص لا فيزا لا والو، فقط كتخلص الطياره الي روتور من المغرب وتيكون عندك حجز ديال الفندق. حجز ديال الفندق ماشي ضروري تكون هذيك المده كامله غادي تجلس، الحجز ديال الفندق تيجي غير هذيك 3 ايام الاولى اللي غادي تجلس، اما في كوالالمبور ولا غادي تجلس في اي مدينه في ماليزيا. التكلفه ديال السفر ملي تنشرحوها شنو كتعني؟ كتعني السكن، كتعني الاكل والنقل والهدايا اللي بغيتي تشري، الحوايج ديال التسليه، بزاف ديال الحوايج. يعني شحال قدك ديال الفلوس باش تجلس في ماليزيا؟ ما غاديش نهضر نقول لك 15 يوم شحال تقدك، شهر شحال تقدك، شهر شحال تقدك. غادي نعطيك واحد الخلاصه ديال الاثمنه في ماليزيا، كما انني سبق لي تما زرتها جلست فيها مده ديال الشهر. يعني الحمد لله عرفت بعض الحاجات عليها، يعني عرفت شحال صرفت وعرفت شحال المصاريف ديال السفر تما. غادي نعطيك الخلاصه ديال هادشي هذا كامل، شحال غادي يقضيك في الفلوس في السكن، في الاكل، في النقل، وانت غادي تاخذ واحد الفكره. ديك الساعه غادي تحسب راسك وغادي تشوف شحال غادي تقضيك في هذيك المده اللي غادي تجلس في ماليزيا. الفلوس باش غادي نحسب، غادي نحسب بالعمله ديال الدولار. يعني راك ما غاديش تخرج، ما غاديش تمشي بالدرهم، الا خرجتي الدرهم المغربي من المغرب راه غادي يبقى لك في الجيب، ما غاديش تصرفو. ولا لقيتي شي واحد يصرفولك، غادي يصرفولك بواحد الثمن اللي هو طايح بزاف. ولهذا ننصحك الا كنتي غادي لماليزيا دي معاك الدولار الامريكي او الاورو. ملي توصل ماليزيا ديك الساعه غادي تصرف. كانت عندك كارت بونكير مثلا سي اش ولا البنك الشعبي ولا تيجي الوفا بنك، هذيك الساعه كتقاب عليك احسن، ولكن كتخلص تاكس يعني الضرائب. قبل ما نبدا الفيديو كنت واحد الفيديو شرحته من قبل فيه تكلفه السفر في تركيا. لما كنتي شفت هذا الفيديو ها هو الفيديو كاين هنايا، دخل شوفه ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها وهي طياره من المغرب لكوالالمبور. الثمن ديال الطياره كيختلف على حسب الموسم. الطياره اللي تقطع في الخريف او في الربع ماشي هي الطياره اللي تقطع في فصل الصيف. كما معروف فصل الصيف دائما الاثمنه كتكون طالعه لان هذاك الصيف وكل شيء عنده العطله، شركه ديال الطيران كترفع الثمن. الاثمنه تختلف كما قلت. اقل حاجه ممكن تلقى طياره ب 5000 درهم، يعني 100000 ريال من كازا لكوالالمبور. بغيتي اكثر غادي تخلص اكثر. بغيتي البيزنس كلاس، فيرست كلاس، راك غادي تخلص اكثر. كما تقول واحد المثال المغربي، زيد الماء زيد دقيق. بغيتي تمشي الايكونومي كلاس يعني الدرجه عاديه، راها كتبدا من 5000 درهم حتى الفوق. والشركه اللي غادي ننصح تسافر معاها هي القطريه. القطريه الاثمنه ديالها تختلف على حسب الموسم عاوتاني. وتنعرف بزاف ديال الناس ملي سولتهم تيقول لك قطعنا الطياره ب 5000 درهم، يعني 100000 ريال. تيمشيو من كازا للدوحة في قطر، تيجلسوا 7 السوايع ولا 8 السوايع، ومن موراها تيمشيو لكوالالمبور. هذه هي الطيارة اللي عارف شخصية رخيصة، وهذا هو الثمن. الثمن تبدا من 5000 درهم للفوق. هذه أول حاجة. غننتقلوا للحاجة الثانية بإذن الله. ثاني حاجة هو السكن. السكن في ماليزيا، ملي تنقول لك السكن تيعني جيست هاوس، هوم ستي، هوستل، اوتيل. بالنسبه للناس اللي تيسافروا بوحدهم، انت تسافر بوحدك نصحك تجلس في هوستل. هوستل هو واحد المكان كبير تكون فيه 25 ناموسيه، 20 ناموسيه، 10 ناموسيات. يلا لقينا هذا الهوستل هذا مخلصين فيه 3 ايام، 3 ايام دو بيرسون 100 درهم، 3 ايام يعني 50 درهم الواحد 3 ايام. ها هي في هذه البلاصه، المهم انا غادي نعس هنايا في فين كتنعس هنا. No, we're gonna ask for it. وتاخذ ناموسيه كتنعس فيها، وفي نفس البلاصه راه كاينين بزاف ديال الناس معاك في هذيك الغرفه. علاش ننصحك بها؟ انك تكون ساهله باش تتعرف على ناس جداد، تتعرف على اصدقاء جدد، تتعرف على بزاف ديال الاجانب، وممكن تسافر معاهم، وفي نفس الوقت ما غاديش تقلق وما غاديش تحس بالوحده.
كنتي مسافرتو في الشركه ديالك الزوجه ديالك والصديقه ديالك، تنصحكم بدبل روم. بالنسبه للاثمنه، الاثمنه كتبدا من 7 دولار للفوق، 7 دولار للفوق. كانوا دبل روم راه تتبدا من 9 دولار 10 دولار دبل روم. دبل روم تنعني يعني جوج ديال الناس، الا كنتو جوج ديال الناس عندكم دبل روم راه تتقام عليكم 9 دولار حتى 10 دولار، يعني 5 دولار للشخص الواحد. عندك فيها الويفي، عندك الدوش، عندك الطواليت، الحمد لله كلشي نقي. المشكل ديال السكن في ماليزيا ما غاديش تلقى مشكل. وبالنسبه للمكان الرخيص اللي رخيص اللي ننصحك به تمشي ليه، مثلا كنتي في كوالالمبور تنصحك تمشي لتشاينا تاون. كاين واحد الحي تما سميتو تشاينا تاون، ننصحك تلقى تما بلاصه فين تنعس رخيصه، وكاين بزاف ديال الحوانت فين ممكن تاكل سناكات، فين ممكن تاكل ساهل بزاف وتلقى ديما عامره. ننصحك بتشاينا تاون. هذا هي ثاني. ندوزو الخطوه الثالثه باذن الله. ثالث حاجه النقل. النقل تختلف، كاين النقل في المدينه وكاين النقل بين المدن. هذه خصك تخليها في الراس ديالك، غادي ننصحك بها وغادي تقلب عليها في كوالالمبور وغادي ديرها. كوالالمبور كاين الا بغيتي تنقل فيها كاين باصات مجانيه، يعني فري باص سيرفيس، خدمات ديال الطوبيس يكونوا فابور. كاين واحد النوع ديال الطوبيسات في ماليزيا تكونوا فابور، تكون اللون ديالو قوقي. تكون اللون ديالو قوقي، هو هذا فابور، ما تخلص فيه تلعب. ها هو الكولور ديالو، هو هذا. هاد الطوبيس ما عندهمش ارقام ولكن عندهم لون، كاين جرين لاين، ريد لاين، بيربل لاين، و البلو لاين، كاين الربعه تكون فيهم واحد اللون. هادو تيتسموا باصات مجانيه، تتركب فيهم دايرينهم الخدمات دايرينهم في كوالالمبور، دايرينهم للسياح ودايرينهم حتى للناس الماليزيين. يعني الا بغيتي تدور كوالالمبور كامله غادي تقام عليك فابور، ما غادي تخلص حتى ريال. ما بغيتيش تمشي بهذا الباص، غاتمشي في المترو. المترو حتى هو كاين لاكارت كتشريها، ولا كاين واحد تيتسمى كاين واحد الاقراص زرقين تتشريهم. احسن وسيله في ماليزيا هي المترو، وكتركب بهم في المترو. ما عرفتش علاش تخلص على لاكارت، ولكن انا خديت غير هذوك الاقراص. من بعد اكتشفت كاين هذوك الباصات المجانيه، يعني حاجه فابور، غادي يمشي غادي يتسركل مزيانه الدور ماليزيا كام الدور كوالالمبور كامله بهذاك الفري باص سيرفيس. ننصحك تاخذ هذا الباص لانه نقي كليماتيزي وما عامرش، ماشي حنا عارفين حنا تنسمعوا الحاجه فابور يعني راه كاين الزحام وكاين الدفيع، ما كاينش هذا الشيء. الباص كتلقاه معروف البلاصه ديالو، كتركب فيه مرتاح. لا كنتي في كوالالمبور قلب عليهم جرين لاين، بلو لاين، بيربل لاين، والريد لاين. هادو هما انواع، هادو هما الارقام، الاسماء ديال الطوبيسات، ما عندهمش ارقام. الطوبيسات الاخرين عندهم ارقام، عقل عليهم. انا غادي نكتبهم بالديسكريبشن باللون وقلب عليهم الحمد لله، وغادي ينفعوك، خذهم غادي ينفعوك، غادي تلقى فيهم بزاف بزاف ديال السياح اجانب تيكونوا فيه فابور. ومن المحطه في تما التيرمينيس غادي تلقى واحد الورقه كتوصفهم الخطوط، تتوصف الاماكن اللي كتمشي ليهم وكيفاش تستعملهم. الحمد لله حنا مغاربه تنعرفوا كيفاش نستعملوا هذاك الشيء، خصنا غير نقراو والحمد لله غادي يكون بخير. ولا كنتي في مدن اخرى التنقل غادي يكون بالباص، هذيك الساعه كتخلص. كاين تنقل بين المدن، يعني انت كنتي في كوالالمبور مثلا بغيتي تمشي لبينانغ ولا بغيتي تمشي للكاميرون هايلاندز، ننصحك تمشي بالباص. يعني Whoa, whoa. This bus is bigger than my room. I'm next to you. Oh, this is the best. Sure. الكار الكيران عندهم يا سلام جودة الخدمات والنقاء والأثمنة المناسبة، الثمن تيكون مناسب. مثلا مسافة 300 كيلومتر و 250 كيلومتر كتخلص عليها 8 دولار 9 دولار، ولكن راه عندك واحد الكرسي تجلس فيه يا سلام. هذاك الكرسي داير بحال ملي كتمشي للطبيب ديال السنان، هذوك الكراسي اللي كتنعس فيهم بحال ما هكاك، ما عندك مناش تخاف.
مقين وما تيحبش، يعني تيشد من المحطه للمحطه، ماشي تم غادي تيحبس في المحطات ويركب يخطف البلايص ولا شي حاجه. ننصحك بالباص، تران ما ننصحكش بها الا لا كنتي غادي تمشي في الفيرست كلاس. ترانات دايرين عامرين بزاف والزحام، الا كنتي غادي تقطع الفيرست كلاس سير فيها، كنتي غادي تقطع غير الدوزيام كلاس ولا السكند كلاس ما تمشيش فيها وسير في الباص. الباص راه كافي والحمد لله جوده عاليه. وكاين تنقل الا بغيتي تمشي في الجزر، كاين هذيك الساعه الباطوات، الباطوات حتى هما يا سلام النظام والسرعه، تيتسموا سبيد بوت، تيمشيو بواحد السرعه هائله، حتى هما غادي ننصحك بهم. كاين اوتو ستوب، اوتو ستوب كنعطيها 8 على 10 في ماليزيا. سنحيل ويا جميل، سنحيل ويا جميل، سو تاتش، سنحيل ويا وات يور نيم كيوالي سنحيل ويا كيوالي، سنحيل ويا جميل. الناس تيوقفوا لك بسهوله، خصك غير تعرف البلاصه منين غادي دير اوتوستو، وتعطيك واحد الفرصه اكثر هي كتعرف على ناس محليين، ناس ماليزيين كيعطوك معلومات غنيه على ماليزيا. اوتوستوب كنصح بها في ماليزيا، حتى هو كيبقى اختيار ثالث. ننتقلوا الشيء الرابع والاخير، اخر حاجه وهو الاكل في ماليزيا. هذا كوكونات ايس كريم، ايس كريم الاكل ولا بغيتي تشري الهدايا. الاكل على حسب الكرش ديالك، كنتي كتاكل بزاف راه كتاكل بزاف، كنتي كتاكل شويه راه غادي تاكل شويه. وننصحك تاكل في المطاعم الهنديه، المطاعم الهنديه تخدم 24 ساعه على 24 ساعه، يعني خرجتي مع 3 ديال الصباح 4 ديال الصباح جاك الجوع كتخرج لك مطعم هندي حال تاكل عنده. وننصحك تاكل مأكولات الماليزيا، مأكولات ماليزية كتكون شعبية رخاص، كتلقاهم في الشارع كتلقاهم في الحوانت بزاف سناكات يعني. وحتى داك الاكل ديال الشارع ما يصالح عليه بالستريت فود راه نقي، ننصحك تاكلو. ما تخافش تقول غادي نمرض ولا شي حاجة ولا يكون عندي شي تسمم، الحمد لله ما غادي يكون عندك والو. ربما الماكلة في الاول غادي تضرك لان الكرش ديالك ما مولفاش على هذاك الشيء، ولكن المور يومين ثلاث ايام الحمد لله غادي ترتاح وما غادي يوقع لك حتى شي حاجه. والاتمية ديال الاكل كتختلف على حسب الطبق ديالك، تبدا من 3 رينغيت 4 رينغيت، يعني دولار دولار ونص 2 دولار 3 دولار على حسب الكرش ديالك وعلى حسب انت شحال كتاكل. وبالنسبه للهدايا كما حنا تنعرفوا المغاربه تكون مسافر ترجع ضروري تقول جبتي لنا شي كادو ولا شي حاجه، عطيني الهدايا على حسب الفلوس ديالك. بغيتي تشري شي بورتكلي ولا شي بورتكلي ولا شي ستيكر ديال ماليزيا راه كتكون رخيصه، تكون هذيك دايره رينغيت 2 رينغيت، يعني ما كاملاش 5 دراهم 50 سنت، ما كاملاش 60 سنت، ما كاملاش دولار، كاملاش 2 دولار 3 دولار على حسب جيبك انت وعلى حسب النوع ديال الكادو اللي بغيتي تشري. كان هذا هو الفيديو ديال ماليزيا، تكلفة السفر في ماليزيا هو هذا. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضر على الاماكن اللي تزورها في ماليزيا، الاماكن اللي ننصحك تزورها في ماليزيا وكيفاش غادي تمشي ليهم. شكرا لكم بزاف، شكرا على المشاهدات، ونتشوفوا في الفلوق الجاي او فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم.